زعتر زعتر ترى امانه والله اكثر اكثر تصويت زعتر ما به زعتر ما بالله لا والله سموه زعتر كان سميته كدوشه كدوشه خيشه والله مغيث خيشه جيشه من واحد اضغط علامه النجم هذا وش تسمونه الا يلزق يلزق ولا ايه ابو نادر في ولا حب في حب بس حطه ورا ذا اللي هذه حطه ورا حطه على الطاوله تدري ليه ما هي بحمراء ما يصير الله يكفيك هلا خلاص لا 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 جهز اسمع انا اشيل انا ها يا بابا والله ما جعله بالعافيه الله ولا لها اللي برا من اللي برا والله يا ريحني أسهر عيوني وعناني وعنيته أحاول أخفيه من الحزن يفضحني متمركز بالحاشا كأن الحاشا بيته يدك يا عيدك يا 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 اخي تم تم يا اخي حبيبي حاب حبيبي 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 اسكت انت لا تغني ولا تشارك ولا تقول اي شيء وشو علي وشو يقول يزود ما ادري خلي حلوه يا اخي انت لا تكون زي الشيطان ايش دعوه تقديم الشخصية المتابع يقول هذول عندهم شيء يقدمونه ما ابي الواحد يطلع يا الربع السلام عليكم معكم دحام بن عبد الرحمن المطيري انا شاعر ومنشد ماني مجازيك في صدك وجيرانك ودعتك الله تلقى واحد ثاني دوري واحد ثاني سلام نبي فقره يا الربع كلها ما هي حلوه نبي فقره يا الربع كل واحد كل اناء بما فيه ينضح ينضح بالشيء اللي ما ابشر نومسنا والله نبي شيء يعني المتابع يعني شوي ضحك شوي نوعه ما في مشكله من التنويع بس نبي هدف اللي عندك هدف ابشر بالضحك نبي فائده نبي المتابع يسوي ادخلوا فيها حق تصدق اهل اليوم ايه ايه تخسر كلام كلام ايه بس واحد كنت اخرب بس واحد مو اربع زوونا لا الا كلكم بس نبي نقفلها لا يا عيال عيال انت قصدك صدقه ولا قصدك موضوع لا لا ما اتكلم موضوع الصدقه انا احس خلاص انا موضوع اللي بتكلم فيه اليوم وش هو الرزق انا محضر ليومين وجاء ناصر وقال لك جاء ناصر انا كنت حاط من اسباب استجلاب واستحلاب الرزق الصدقه وكنت حاط الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام يقول هذا موضوعنا ما نقص مال من صدقه بل تزيدها بل تزيدها بل تزيد هذه اقدر احطها انا في موضوعنا ذا صح صدق انتم اي واحد مجهز اي احسن ادرج فيها موضوعنا حق مستحيل ثاني ابيك تخدمني في الموضوع كل لك الرجل قيوق القيوق حرقان ايش مسوي حرقان حقت ايه حرقان جاني حرقان حقت هذا معي ها قال حرقان ها قال ميدي جاني حرقان احلى شو تقدم ده هنا ودها طيب تعال اعطيتني اول وجهك يا بعد غن 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 يا بعد حي ما سوينا شيء لا تقلدنا احنا شمال هي صاحبنا حب الكرام والله احنا بنحبكم ترى بسم الله على دسم دمك ودسمك قلت ذا الكمال والجمال والانتكه والبنتكه والحسب والنسب اللي قال لك انا اللي فيه لا من اللي قال يقول حسب مو كلنا ها ما ادري
عليك منه يا ابو بكر، روح تفضل. والله وش ناوي أسوي من طعة؟ حلو هذا السؤال. ممكن يوم من الأيام أصحى من النوم أصدم القناة وما أحضر ذاك اليوم، يقفلون القناة ذاك اليوم. تخيل عمر ما هو موجود، كيف بيفتحون اللايف؟ كيف يفتحونه؟ أكيد عمر موجود، لازم اللايف يشتغل. مصيبة والله. شوف قلتها الأولى والثانية والثالثة. أبو تركي، أبو سلطان، بدايتها أبو سلطان انتبه لمكانك لأني ناوي أخذه. وش ناوي أسوي مصيبة؟ ممكن استبعاد. لو سويت المصيبة ممكن استبعاد على طول. المصيبة أقول لك ولا خليها مفاجأة؟ لأن يمكن يحلق دقنا في أحد معيان من المصيبة. مصيبة أقول في هذه المعيان أنت في الوضع، لا يجي إلا أبو دقر بس. هذه يعني تعتبر مصيبة نوعا ما. وفي مصايب إن شاء الله. الكاميرا شغالة؟ شغالة؟ خلاص شلون البث. سويت قلت يا استاذ، كان استاذ حسين الله يمسيه بالخير، يقول ميدي شارك. كيف تقل حسين الثمالي يستاهل. وجيك تحمل السلامه قال شارك. قلت وش اشارك؟ قال انت يا فؤاد دورك تغني بيتين هنا انشوده. انا في صف اول ثانوي، نجيك نركب ذا الباص فرحة مع العيال. تعرفون الفرحة ذي، أول مرة يعني يطلع مع أخوياي برا في باص. إيه رايحين وين؟ رايحين بالجرشي، يعني مسافة 40 كيلو أو 45 كيلو. ورحنا يوم قدنا عند المدرسة ونوقف وننزل وناخذ بروفة على طول. كنا خلاص ضبطنا، ما رد الله وفق. هلا وخشيت. طبعا كانت قدامنا مسرحية فاتحين الستارة، فحنا لازم نسكر الستارة. لازم ايه، لازم العرب كانوا في كآبة وزي كذا، يعني يعاينون بس كذا يركزون، فهمت؟ اللجنة وزي كذا. وجي كنا الاستاذ قال اسمعوا قفلوا الستارة وجهزوا اماكنكم، واحد منكم يفتح الستارة. وجي كنا رايح ابغى اقفل الستارة، وجيك الستارة طبعا كبيرة ومن تحت تسحب تسحب. وجيك جاي فهمت بالستارة من يمين ابغى اقفل من يسار للنص، وفي واحدة مني. وجيك رايح كذا يعني قدني خلاص بقفل، يعني قدني بقفل النص، طرباق على وجهي. خسعت منها جزء يا ولد. دين العرب يضحكون، تعرف اللي قمت عاين كذا عاينهم ليش يضحكون يا ولد؟ يبكون المسرحية شيء يا ولد. المسرحية انا قلت يا ولد كملوا يا عيالكم يا شوف الوضع. والله كمل لو اللي ممكن اكمل. والله يا ولد والله اني اللي اقوم وجهي احمر وكذا مستغرب ليه يضحكون ذولا كلهم، فهمت؟ حتى الاستاذ يعني يضحك شوي. ونجي نقفل هذا الامور طيبه. جاي يوم جيت اغني انا ما لا ما لا اقول طلاقه في اللسان ما جتني ذاك اليوم. والله بارد بارد يا عيال. اي برد
طلاقة في اللسان ما جاني. صدق قفل وجهك عاد لا 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 وقف. اخوك وجهك جالس الحسين قال لا يا فؤاد انا قبل مدري ايش قلت والله يا رجال الله يطول عمرك احنا كويسين ضحكناهم وبشركم خذينا المركز الثالث من ربك. انا نكبتهم ظني بمهور كان من الطيحه. ايه زين سالفتك خلاص خلاص ولا تبي تمثل. تعال 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 تسلفتك البارد تعال مغسل لك لك تعال. اولا يا محمد ماجد ماجد ترى من قوه التسليك رجال يقول بدري وانت ايه ماجد تقول لا انت ما تدري والله انك ما تدري ركز ما ادري خلاص ما ادري ما ادري رجال واحد واحد ولد خلاص خلاص ترى انا مدرع معنا ها اسمع يا لا لا يا رجاء رجعتي لك انت هذه كلها ولا ما قاري مش كيف تبغى نود صوتك والله صوتي بس هلا لا ترجع رجعتي لك والله اني بس انت لا تخرب علي الدخولية شوي خلاص اسلم يلا لا هي من ضمن الدخولية شوي اعطنا بيه لا 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 والله ماني محرق كروتي اسمع اما لو عندك كروت ماني حافظه خليني بجيب لك فواد ناصر طيب اعطني اعطني بيت اللي يقوله يا غايبه وش لا لا اسمع سالوني الناس سال دمع الغرام ضاق صدر المدينه واقبل الليل ما اسمع اسمع انا بتسلك النار غنها بذمه ضمير اسئله ما سالها غنها بذمه ضمير هتسلك قال صاحبك وينه قلت ما اعرف وينه وانتهت قصه كنت احسب اني بطلها من لقى مثل وجهه ما لقى مثل عينه وين في عيني اليسرى من ديوري به لا لا اسمع اسمع سألنا عن سألوا الناس لا 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 سألوا لا سألنا عنك يا محبوب وين كتيب أخذها الهوى وضع الصوت الجبلي يعز عليك يا حبيبي كتب الماضي جبلي 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 صوتك ولد ولد ما بدا علم وش قاعد ابي يا استاذ لا لا سالنا عن استاذي طال عمرك دباك وحياك طال عمرك شوف الكلمه هذه بس بدون ما اللي هو اي متعب اي هذه حالي 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 لا بدي اني تكون صفه حلوه يعني الحين الحين ايوه الجنة يقول خذني ابي صيغه يعني اي عادي شفتك وضاع الكلام نظره عيونك سالفتها يا سلام سالفه الله صح 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 بدنك وليش يقول لك بعد؟ يقول يقول لا النوم ما يفرق عن السهر بالحيل كل يقول الضيق صدري تفضل انحاش من الاحلام واطيح بالليل والليل لون الذكريات المفضل هذه ان شاء الله صاحب ذنك ولا يقول لك بعد ايش يقول لك لا تجبر الناس بالدنيا على انا بمسي ادع تماسي لحسن يقولون انا راسي وشو ابابا انا هوا اح ماليش يلا يا شباب تعالوا 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 المسرح حق ماراثون لو سمحتوا سريع لو سمحتوا عشان نبدأ فقرة إنسايد هنا بمكانك الكل يستمع عندي أنا موجودة بكل مكان يا حبيبي بكل مكان موجودة استريحوا لو سمحتوا استريحوا عشان نبدأ فقرتنا
انتبه عيال انتبه ولا هي ما نزعلها هي لا نزعلها تعالي تشوف وجه ثاني اوه اي نعم انا سيد في الفقره هنا يلا يا شباب شخص بعدين يا فواز ابشر تعال يلا كموره ما يحفظه سمير كموره عادي يشخص يا كموره يا كموره يا الله عليك يا كموره يا كموره يا كموره بس 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 خلاص انت ما تنعطون وجه بس طيب اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين من كل مكان وفي اي زمان ومن خلف الجدران معاكم كموره الكمور كنت فاضيه بالجدران وتلفت يسار يمين فوق تحت شافني يا بابا فاضيه قال لي ليش ما تقدمين فقره انسايد ايش رايكم فيني وانا مقدمه الله احلى مقدم والله طيب خلونا نشرح للمشاهدين ايش هي فقرة انسايد فقرة انسايد هي ابراز عضلات المتسابق لا يا فواز مو المصارعة والعضلات اللي انت عارفها لا وش تقول ما هي العضلات موهبتك انت كيف توصف نفسك وتوصل نفسك للجمهور لعبتي بعد خلال مشهد انشاد وتعفر من هذه الامور فراح يكون ثلاث مراكز فقط ذهبية وفضية وبروزية يعني الكل معنا رابح الذهبية راح يحصل على 1000 خطوة أما الفضية راح يحصل على 700 خطوة والبرونزية 500 خطوة والباقي كلكم راح تندردجون تحت لا 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 تندردجون لا لو سمحت ترى ما ادخلك لو سمحت كموره بس نبدا علشان ما نطول على مشاهدينا الكرام وما يطفشون منكم مع انني انا طفشانه منكم صراحه كموره مزكنا صح ليه شعور متبادل يا حبيبتي مو شغلك كموره عندك لحميه عطوه ضحكه يا شباب كل واحد ضحك لحميه نقطه كمورة دقيقة بس معليش طيب نبدأ مع أول شخص والشخص هذا صراحة ضحكته جميلة جميلة جدا وخذها على فكرة كرت ذهبي رحبوا معاي بمندر المطيري تفضل يا بندر على الستيج طيب ناظر الكاميرا يا كمورة السلام عليكم كيف حالكم يا شباب معاكم المتسابق بندر مطيري عليكم زود العمر 24 سنة أسكن في أول هجرة في المملكة العربية السعودية اللي هي الأرطوية الذي أسسها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه في عام 1912 أنا إنسان بسيط طبعاً أكبر إخواني على فكرة أحب أصنع الابتسامة أحب أونسكم أحب أسوي حركات فعندي موهبة بسيطة اللي هي الإنشاد فبسمعكم كم من بيت قال سالم مرحبا يا هوا ذالي وغاية مرادة عدم الشوق لك فالروح كفى ووفى والله إن صوتك طيب حياته سعادة ردت الروح في قلبي عقب ما توفى وسلامتكم وشكرا على استماعكم الله الله يا بندر عظمة على عظمة اللي بعده
صاحب صوت برضو صوت جميل جدا. رحبوا معي بناصر القريني. الله افتح مايكك يا ناصر. ايش هذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أخوكم الصغير ناصر بن محمد القريني. ناصر ولا أقطع واردك، طبعا لكل شخص في تايم قاعد يمشي بالشاشة هو 3 دقائق ما تتعدى. طيب ودقائق مشت؟ خلاص تفضل استجرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم الصغير ناصر بن محمد القريني منشد، وأقول حبيبة الروح والذكرى محطات حنين، تستنزف دموع كل اللي يمرونها، وهاللحظة اللي فرح فيها الشعور الحزين، بعيش واموت شاكرها وممنونها. طبعا عمري 19 سنة، ما يكون ما قلته 19 سنة، وبما ان يعني جمعنا الله ان شاء الله نجتمع في الجنة باذن الله حنا واخواننا المشاهدين، انا حاب اقدم اعتذار لوالدي محمد بن فالح القرين ما عليكم زود. في سنة من السنين أنا خذيت السيارة توني متعلم السواقة، وأخذ السيارة هو ما كان في الرياض، كان في المزاحمية ولا يدري عني ولا علمته ولا شيء. المهم والسيارة كانت للسواق، وأخذها وتعلم سيارة سواق تكون كبيرة هو. وأنا توني متعلم السواقة، متعلم على سيارة يعني أعرف لها وعارف وزنيتها وكله، واختلت علي الوزنية يوم خذيت الموتر الكبير. وانا اطلع قلت كان وقت عصر، قلت باخذ الموتر باتمشى في الحاره قريب، ماني طالع بعيد. لا والله الا يوم قابلني زحمه وانا توني متعلم السواقه، واجيكم ابي اداوي ولا عاد امداني، الموتر كبير والجرم صغير ولا ما عاد يمديها والمرايات كبار، واحطه في الار وري ساعه تريوست في من جارنا خلافنا قريب وصد موت ترى اي، واحول ما ادري ايش يوم خذاني بالصوت واخذ بالصوت، قلت الخطا عليك انت اللي صادمني من ورا، توني 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 متعلمها اي. لا والله الا قال لا والله ما ادري ايش، قلت عندك شيء يثبت ان انا اللي معود عليك؟ قال لا. قلت اجل انت الغلط منك انت مو مني. قال لا ماذا بعلم ما ادري ايش وين ابوك؟ قلت ابوي دل مجلسه ومرحبا بك. قال لا ما ادري ايش، قال المهم وتروح السالفه. قال خلاص اركب. يوم ركبت تحسبون رحت سيده واعود عليه مره اخرى ما شفته، واحطه في الديو واجيكم راجع. ولكن انا في هذه السالفه ابغى اختصرها بشيء، ابغى بري ذمتي وذمه السواد باني اتصدق في الوقف اللي تو قاله ابو عبد الاله لعل الله يغفر ذنبي وبنيتي ونيه السواد ونيه والديني ونيه المسلمين اجمعين، وجزاكم الله خير وشكرا لكم. شكرا لك يا ناصر ما قصرت. عفوا. مع انك عديت بالوقت شوي ولكن انتم كريمين ان شاء الله بتعدونها يعني. تفضل تفضل. الله يسلمك. اللي بعده. اتمنى يا شباب اللي يقدم نفسه يقدم نفسه بشيء كويس. حلوه سالفتك يا ناصر ولكن نبي شيء اكثر ابداع من كذا. ها وش معت فيها؟ استرح انت ساكت. معانا الآن اللي راح ينورنا على ستيج ماراثون، وأتوقع أنه راح يثرينا كثير إلا إذا خيب ظني ما أدري عاد. رحبوا معاي بعلي العمري. أبو عمري قل اسمي قل اسمي. بس أعطيني التايمر يا سيت اسمه. التايمر معاك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ما بعرف عن نفسي في البداية ولا بتكلم عن نفسي ولا شيء، بطلع برا السياق وأقول لكم قصة. قصة هي عن فتى ذو 24 ربيع نشأ بين عائلة محبة وكريمة، مفرح أب
كان خير ولا زال خير قدوة لابنه، وأم حالمة مربية صباح التي زادت صباحاته صبحا وانشراح. دارت به الأيام وساقته الأحلام بين التجارب والإقدام. طفولته العامرة قضاها بين حياته مع أقرانه وبين حفظ القرآن، فكانت له خير تبيان وزادته فصاحة وبيان. بداية الثمرة عندما أشاد به معلمة في الصف الثالث الابتدائي يسمى بعايض عبد الله عوشان، فكان خير الموجه. وأيضا عندما كان يرى والده خطيبا في كل جمعة منذ صغره، فكان هو مثله الأعلى ولله المثل الأعلى. تخرج من الثانوية وكان حلمه القانون، ورغم أن الحلم لم يتحقق، هل تظنون أن توقف عند حد معين؟ لا، قبل في تخصص ثاني لم يحبه جدا، ولكن أكمله بكل حب واجتهاد وجد، وحصل على مرتبة الشرف الثاني. شاء الرحمن أنه لم يحالفه الحظ في كلية الملك فهد الأمنية. في أحد الأيام وبين أنفس النيام تأتيه رسالة: لقد تم قبولك ونرجو منك الحضور الليلة في أسرع وقت ممكن. كانت هذه الكلمات كفيلة بتغيير الكثير. نفض الغبار عن ساعديه ثم انطلق، لكن إلى أين؟ لقد بدأ السباق، ماراثون يجمع النبلاء وخيرة الرجال تحت سقف يوده كل فرناس. هذا وصف مختصر عن محدثكم وأخوكم علي مفرح العمري، يعطيكم العافية. عليكم زود جميعا. شكرا لك يا كمورة. يعطيك العافية يا علي، ما قصرت، وسردك وفصاحتك ما شاء الله حلوة جدا. الله يسعدك يا حبيبي. أما الآن أبي واحد يجي يوقف على المسرح اللي هو أحمد الأكلبي أو ددم مثل ما يحبون يلقبونه. بسم الله. أحمد. سلام، تفضل. طالما يا أخي ذكرني بواحد معروف. أوجه له تحية طبعاً. أوجه له تحية طبعاً. الله يخليك. اللي هو من؟ أنت إيش رأيك؟ لا أقول، أنت قول. لا ما راح أقول أنا. هو محمد؟ يمكن. أوجه تحية لأبو جابر من هذا المنبر. يعطيه العافية. طبعاً محدثكم أحمد، 23 ربيعاً. كنت ولا زلت أبحث عن نفسي، ولعلي نوعاً ما وجدتها هنا. أنا إنسان يعني نوعا ما كوميدي، صاحب صوت حلو، ولا تختلفون في هذا الشيء؟ ها تختلفون؟ ما علي. عموما اوجه من هذا المنبر شكري وتحياتي لوالدتي العظيمه الاستاذه قائده المدرسه منيره الجبيري، اوجه لها تحيه، بان هي من كان انا يعني اللي ما يدري انا وحيد العائله، الابن الوحيد، فكانت هي الاخ وكانت الصاحب وكانت نعم الرفيق. واللي تشوفون احمد هذا كله يعني انا ما كنت كذا الصدق، كنت يعني انسان ما احب الاجتماعات ولا احب يعني انسان شبه مكتئب يعني، الى ان ساعدتني امي وطلعت بهذا الشكل وسلامتكم. شكرا لوقتك. يعطيك العافيه يا احمد. شكرا لوقتك يا شبيه صويحبي والله. حسبي عليك. أما الآن اللي معنا راح يصعد على ستيج، رحبوا معاي بفيصل الشهراني. ثواني لا تبدأ يا فيصل لين ما أقول للتايم اشتغل. ما عندك أي مشكلة. 3-2-1. طبعاً أمسي على أخوياي بالخير، وأمسي عليك يا كمورة بالخير. طبعاً معكم المتسابق فيصل الشهراني، أخوكم اللي ما أدري أقول الأوسط ولا الأصغر، طبعاً أبلغ من العمر 28 سنة. طبعاً إنسان اجتماعي، إنسان ويعطي كل وقت حقه، إنسان وقت الجدية جدي وأكثر وقتي جدي، إنسان وقت الوناسة والضحك والاجتماع اجتماعي بشكل عام، أعشق الابتسامة، أعشق الاجتماعات بشكل عام،
إنسان صاحب استرسال وكلام، أحب مود القصص، أحب التمثيل، أحب الأشياء اللي فيها سعة خاطر على قولتهم. ففرصة عظيمة أني شاركت في هذا البرنامج اللي أسميه برنامج الناجحين صراحة. بداية لها فضل كبير على الكثير من المشاهير، لأنها برنامج ناجح وبرنامج صار طموح للناجحين جميعهم. فختام الكلام، أمسي على والدي ووالدتي وأهلي بكل خير، والسلام ختام. فيصل عيوني أول شيء أول ما جاني أنا القبول كنت واثق، كنت متأكد إنه بيجيني القبول، أكيد تركي الدوسري بيشوفني ويقدر يرفضني. يكفيك إني المتسابق الوحيد اللي نزل مقطعي في حسابه تويتر. واثق الخطى يمشي ملكا، أنا كنت واثق إني بدخل البرنامج. أول يومين زي الفل الحمد لله، ولكن أحس أول مجال قبول أنا وشي أقنعت أستاذ ناصر بأنه يعطيني الكرت الذهبي لأني جميل من جمالي أقنعته، وكذلك أقنعت علي بصوتي. يعني هل يعقل أني أشوف هالجمال ذا كله وهالصوت وهال كامل مكمل ويرفضه؟ طبيعي يعني. أنا كان يعني ما الصراحة ما أتوقع إني عرفت ما في أي مؤهلات. قالوا لي وش ال يعني الموهبة اللي عندك؟ وتبدون موهبة كذا. أنا سادة، تبغون إنسان سادة ولا جيت؟ القبول النهائي، لا القبول النهائي ما كان فيه يعني ربكة، ولا الربكة في القبول المبدئي، لأن القبول المبدئي هو اللي كنت ماني متوقع يعني خايف منه زي ما تقول. بس القبول النهائي اللهم لك الحمد إني عارف إني لو جيت عند اللجنة بثبت وجودي من أول ما دخلت أصلاً، من الباق من النكزة بس من الشقلبة على طول الحمد لله. وش ناوي أسوي من طاعة؟ حلو هذا السؤال. ممكن يوم من الأيام أصحى من النوم أصدم القناة وما أحضر ذاك اليوم، يقفلون القناة ذاك اليوم. تخيل عمر ما هو موجود، كيف يفتحون اللايف؟ كيف يفتحونه؟ أكيد عمر موجود، لازم اللايف يشتغل. مصيبة والله. شوف قلتها الأولى والثانية والثالثة. أبو تركي، أبو سلطان، بدايتها أبو سلطان انتبه لمكانك لأني ناوي أخذه. وش ناوي أسوي مصيبة؟ ممكن استبعاد. لو سويت المصيبة ممكن استبعاد على طول. المصيبة أقول لك ولا خليها مفاجأة؟ لأن يمكن يحلق دقنة في أحد من أيام من المصيبة. مصيبة أقول في هذه الأيام أنت في الوضع لا يجي إلا بودي قرب. بس هذه يعني تعتبر مصيبة نوعا ما. وفي مصايب إن شاء الله. الكاميرا شغالة؟ شغالة؟ خلاص شلون البث؟
بداية مرحبا عد ما هب الصبا عد نون يسكبا ترتوي منه الضبا يوم عادت بالجديد بالنوادر والمفيد يا هلا ومية هلا من ضمير ما سلا دافع حب وغلا والطموح إلى العلا رددوها بالغنى لو يصير اللي يصير غيرنا ما فيه غير عندنا الشي الكثير من جديد ومن مثير ما
تعكر واحذر احذر لا تنكر ماراثون احلى حكايه. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد فاصل قصير ونواصل معاكم ابداعنا وابداع متسابقينا الحلوين. نرجع ونقول حياك الله يا ماجد بن نادر. حبيبي حبيبي الله يمسيكم بالخير جميع. معكم اخوكم ماجد بن نادر بن خلف الذيابي. معكم جود ترعرعت وتنشأت في الطائف. انا يا الربع سنه من السنين كنت ارقد على محاوره. احط المحاوره عند راسي واركد. محاوره ترك البين وجاني ابوي والله. اخذت لي سنه يعني على المحاوره، ما ارقد الا على المحاوره. جاني ابوي قال يا ولد اتق الله، يا الناس ترقد على القران حلو وانت على محاور. ومن عقبها صرت ارقد على القران ولله الحمد. شاعر واحب الشعر وبحببكم بالشعر اليوم. الله يطول عماركم. اخذت لي اليوم على بيتين من كذا شخص من عمالقه الشعار، مثل ناصر القحطاني الشاعر الكبير يوم توفت امه، يوم يقول عمر الصلوات ما كانت تجيب الذعر إلا صلاة ورا الجثمان صليتها، هالوا عليها التراب مدورين الأجر وخدت لي حفرة محم ورديتها. وقال ابن عون يوم فقد ولده بداح، قال يا موت دور من قريبين الأشباح، أخذ بدال بداح وبداح خله، وإن كنت ما أنت براح غير ببداح خذني معه، وش عاد أنا قاعد له. وعلى طاري التوجد قال ماجد النصيف يقول وجدي وجود اللي يخدر اليفاق، ولي صحف اللي حواليه برق، ضرب البر في يديه والصدر والساق، تقول مرمي بالرصاصة المخرق، يا بالحياة وبينه وبينها رواق، عن هالسعد في الدرب قام يتدرق. وعن فقدان الشغف قال الشاعر الكبير بن زويبن يوم يقول اليوم ما عاد به شيء يهقويني، الوقت بوار والنخوات معدومة. وقال صاحبكم جيت ونصيتك داخلك درع وحزام، وانا ادري ان الوضع تقدر تحله، وراحت علومك كلها اعلام في اعلام، مثرك من يمشي وعينه الظله، لا تضرب بصدرك وتكشفك الايام، الحمل يبغى له اجمال انت تشله، لولا الحياه حطيتها بصمه ابهام وكشفت وجه ما له هيات مله. سلامات. طول عمارك طول عمارك، صح تبدانك صح لسانك يا ماجد، صح لسانك، مبدع كالعادة. الله يطول عمرك. أما الآن معانا الجميل جدا محمد الدرعاني. التايم بدأ. خليك هنا هنا هنا. التايم بدأ. متى ما يبدأ أعطينا خبر يا كمورك. خليك شوي ادخل بعدين. واحد اثنين ثلاثة. لحظة 3-2-1 هذه انا اقولها نفسي. يا مو انت تقول يعني شفت ما رديت قلت خليني اشوف. معليش ما رديت بجيك. معليش يلا 3-2-1 اكشن. يا ليلى دان يا لدندانا، يا ليلى دان يا لدندانا، يا ليلى دان يا لدندانا، واحد عيادي لنا 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 لنا. والله ما ذكرت. ذكرت؟ يا رجال في اختبار اصلا؟ هاي. يا رجال والله الامور طيبه يا رجال. سلام يا مرحبا. رجال غير الموضوع غير الموضوع. كيف حالكم يا شباب؟ يلا حي. ذكرتوا اختباركم اليوم؟ اختبار ايش؟ نذكركم فيه الاسبوع اللي راح. ايه ذكرنا. ايه ذكرنا. ذكرنا. ايه يا رجال الامور طيبه. هذه ورقتك طيب. راح الاختبار. بسرعه نبي ان شاء الله تشدون حيلكم نبي درجات زينه. يستر يلا معكم الوقت. تساعدنا شيء؟ لا ما ساعدك. طيب ايامك اللي راحت قبل وين؟ ذاكر. اي ارقد ارقد خلاص خلصت امورك ارقد. ليه ما ذكرت يا محمد؟ هو امس الصدق يا استاذ انه قال لي ما في اختبار والامور طيبه وما جاك في وجهي. وليه؟ وللحين سوى نفسه نايم. احمد ذكرت انت ولا لا؟ لا ما يذاكر ولا. وليش ما انت مذاكر؟ انا هي بحال. ليه تعال تعال. خله الله لا يرده. مباشر. الحين ايش ينفعك فيه يا احمد؟ انت ذكرت. استاذ انا لو ادري والله لاحفظ الكتاب كله، لكن ذا جاء عندي قال الحين هذا وقت الاختبار، انت كيف تثبت نفسك الحين؟ هذا وقت اختبار ما فيك انا لو ما في فايده.
انت تمشي مع الرجال ما هو حق دراسه خلاص. انا شايف فيك شايف فيك يا شايف فيك يا محمد انك انت طموح عندك هدف عندك دراسه. وش ينفع الحين هالاختبار هذا وصفر الحين؟ والله صدق شد حيلك لازم التفت الحياه. شد حيلك لازم التفت حياتي. شكرا استاذ. طبعا كذا خلصنا المشهد يا شباب. اخوكم محمد الدرعاني معلم. كما ان للمعلم رساله يجب ان تصل الى الطالب، كذلك المتسابق يجب ان تكون لديه رسائل لكي تصل الى المشاهد. مقدم ممثل جاي اقدم رساله ان شاء الله اني افيد واستفيد منها تجربه ورحله جديده في حياتي باذن الله اني اطلع بصوره طيبه للجميع. السلام عليكم. يعطيك العافية يا محمد، صراحة أول متسابق يبهرنا وكان مبتكر جدا في طريقة تقديمه لنفسه. يا ريت الشباب يعني يتعلموا، 3 دقائق يمديك تسوي أشياء كثيرة، تقدم تمثل تقدم نفسك بطريقة مبتكرة. إن شاء الله الجايين يبهرونا زي محمد وأكثر. أما الحين اللي راح ينورنا على المسرح هو الجميل جدا. أنا كلكم قلتكم جميلين، عادي أسلك لكم إيش أسوي لكم عشان ما تزعلوا. محمد العواد شرفني على المسرح. بسم الله. لا بس خلي ورا شوي. لا أغني حطوك. لا استحل معي سلطان. أنا خلصت النداء الأخير نزل دخل. نبدأ بسم الله. بس شوي شوي. بسم الله نبدأ. نبدأ نبدأ. احنا نبدا ولا لا؟ خلاص انت وقفت على المسرح صح؟ اي نعم. ما احتاج اقول لك. ابشر يا حبيبي. ابدا. بسم الله. النداء الاخير تعلن الخطوط الجويه عن رحلتها رقم 424 المتوجهه بمشيئه الله الى المنطقه الشرقيه تحديدا الدمام. السلام عليكم. وعليكم مرحبا. السلام. كيف حالك؟ يا هلا وسهلا حياك الله. مساك بخير. بشرك بخير. حبيبي انت اول مره تركب طياره. وانت ايش دخلك؟ لا اسف بس يعني كنت ركبت اكيد جربت يعني تطير. لا تدخل الله يجزاك خير خليك بنفسك بس. طيب تعرف ان الطياره لو طارت اول ما تطير الكفرات تحت ما تركب بسرعه يعني تاخذ شوي تركب. يا ابوي ايش غلطنا؟ اسكت الله يجزاك خير. لا بس اقول تدري ان الحين اضاق لك سجين يطيح لك سجين لو يفتح الدرايف. انت ورا ما انت ما تسكت ها؟ اشغلت انت ترى اسكت يا ابن الحلال. طيب اسكت الله يجزاك خير. الكابتن اذا مشى بالليل الدنيا مظلمه يصل بسرعه لو انه بالنهار ما يصل. وش رايك تلبس السماعات وتسكت؟ الحمد لله استغفر الله. ايش راح يسولف عليك؟ من غروب الشمس حتى مطالع الصباح ما غفت عيني ولا أفكار لدت صوبها. انت وادع يوم نادى المنادي للفلاح وانت قبل يوم نقفي ونبدي نوراها. أطلق أفكاري مع طير يا ولد الله يجزاك خير. جوالي بغيت تكسره. أنت مغني أنت منشد؟ منشد؟
ايك تروح الان يا ابن الحلال الله يشغلك اقول لك منشد انا منشد طال عمرك كرنا الله يحييك معك معلق صوتي تمام اعلق على دوائر حكوميه منشد اجيد الانشاد كنت انا بكمل بالانشاد فجاه جتني رساله قال تعال ماراثون ولا انا عندي شراكه بدخل سبحان الله انشاد خير وان شاء الله بكمل معاهم معلق وشو اقول معلق انا معلق قبل شوي منشد هذا انا سمعت صوتي احكم ممثل هذا انا مثلت قدامك اما من ناحيه التقديم دائما في الحياه لا تكون رسمي 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 زي اخونا الحبيب الغالي ذا ثم تصير وشو منبوب لا تكون خفيف عشان تقبلك الناس ثم تصير ايش مستحقر كن وسطي بالحياه لكي ماذا لكي تكون لكي تعلم ان كلمه خير الامور اوسطها بل خير الامور اوسطها ديننا دين الوسطيه نحن كنا معه بهذا بالوسطيه السلام عليكم سلمك ربي يعافيك لا انت يعطيك العافيه يا محمد وشكرا يا سلطان كنت كومبارس جميل لا انت لا والله هو البطل محمد العواد سم يا قلبي ترك عديت الوقت كثير يا والله امون عليك لا لا ما تمون عليك لا امون من محبه من قلب من محبه معليش والله هذه حسبت من الخطوات اللي راح تاخذها اما الان معانا شخصية جميلة كانت هي أفضل دخولية من بداية البرنامج رحبا معايا بأبو بكر حمدي ايوه ايوه شغلتني ايوه مرحبا هلا مين السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله معك محطه المعلومات لحفظ البيانات اخوي حياك الله امر ايش بغيت اخوي العزيز قبل كم ساعه شريت غرض ودفعت عن طريق الشبكه صح ولا لا اي نعم ليش تم اختراق حسابك البنكي وتامين حسابك نامل تزويدنا بعض المعلومات لو سمحت وش المعلومات اللي تحتاجها حسابك في ابشر وحسابك البنكي اي بس هذه بيانات خاصه وما اقدر اعطيك لا 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 تخاف حنا محطه المعلومات ونحفظ بياناتك ان شاء الله أكيد إي نعم كل بياناتك في سرية تامة إن شاء الله طيب سجل عندك تمام حسابي في أبشر 1000 1114 سلام كلمة المرور 0700 7700 حسابي البنكي 1300 2700 خلاص حبيبي بإذن الله تمام خلال نص ساعة يجيك تأمين حسابك البنكي وحسابك في أبشر بإذن الله شكرا ما قصرت العفو مع السلامة مع السلامة أشهد أنه ما قصر يا شباب أنا أشهد أنه ما قصر الله لا يحييك أنت بتساعدني ولا خصمت علي 10,000 يا مجنون شيل 5 ريال 10 ريال 5,000 ليش الله لا يبارك فيك يا ويل حالي فلوسي راحت يا ويل حالي فلوسي راحت الله لا يحييك الله لا يحييك السلام عليكم أسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم أبو بكر حمد من منطقة جيزان يا أحبة نصيحة 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 لا تكون ضحية للنصب والاحتيال النصب والاحتيال هذا يستدرجوك بالكلام بطيبة بلسانهم ولكن لا تصدقهم لا تكون ضحية للنصب والاحتيال أنا قد اتصل علي واحد وأخذ بدأ يأخذ مني معلومات لكن للأسف ما أعطيته أي معلومة في نهاية الاتصال قال لي شكلك أنت بخيل قلت له إيه بخيل أنا مستحيل أعطيك معلومات سرية واللي كان ضحية أو إن لا سمح الله أصبحت ضحية توجه للجهة المختصة لمعالجة هذا الموضوع وشكرا لكم يعطيك العافية يا حمدي شكرا لك صراحة تمثيل وفكرة ورسالة حلوة الله يعافيك الأشياء هذه تمر علينا في أيامنا شكرا لك يا حمدي بطل أما الآن أعزائي المشاهدين وأعزائي المتسابقين برضو رحبوا معاي بتركي الشمري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم تركي الشمري من سكان منطقة الرياض هذه هي الديرة اللي نشأت فيها وترعرعت فيها طبعاً
كل أحبائي وأهلي وأخواني وأخوالي وأعمامي وكل شيء ممكن يتصورونه في هذا الكون موجود هنا في الرياض. طبعاً ديرتي ديرة الأم وأهل الكرم ولا قصوراً في الباقين اللي هي حائل ورا العقال مايل على قولتهم، ولكن تحديداً منطقة الخوير وتبعد قرابة 160 كيلو إلى 150 كيلو. طبعاً هذا تعريف بسيط كتركي الشمري. طبعاً أنا اليوم جاي وأقدم موضوع زي ما شفت المواضيع اللي طافت، وشكراً لكم ولحماسكم معي، لولا تفاعلكم معي كإخوان وكمتسابقين ما نجحت إلا من بعدكم يا حبايب رأسي أنتم. طبعاً موضوعنا اليوم زي ما تكلمنا أولاً عن كلمة لا وبلا حدود، طبعاً اليوم عندنا موضوع ثالث مختلف من نوعه اللي هو النصيحة. طبعاً راح اليوم أضرب لكم مثالين، النصيحة الزينة والنصيحة الشينة. إيش تبي جاي هنا؟ بعدين وش لا ما ندري وش الحلاقة ذي الخايسة؟ أنت اللي موصيني. لا ماني موصيك، أنت موصيني، ما وصيتك، أنا وصيتك قبل كم؟ قبل 20 عام؟ لا. بعدين وش الحلاقة الخايسة وزلفك كأنه يو اس بي؟ أنت قلت لي روح ألق عند اللي. لا ما قلت لك روح، قلت لك تعال معاي صح ولا لا؟ بعدين في شعرة ناطة مني، أنا كم مرة أقول لك قصها لا أقص إذنك. ما أعرف أنا يا تركي، طيب أنت اللي لا قلت لا تقول ما أعرف، أنا أعطيتك وقلت لك يا علي نصيحة مرة مرتين ثلاثة، أول مرة جيتني على الدقن اللي كأنه درج، ثانيا جيتني على الزلف، ورابعا يعني لو وعدني يوم البكرة ما راح أوقف عين النصيحة. ما هي حلوة يعني؟ لا مي حلوة، لا مي حلوة. وش أبدا مي حلوة. وش أسوي؟ بعدين ملصق لزقت خشم، وخشمك صغرى مو نفس خشمي، لو أنا قلت أوكي ممكن. وش أسوي طيب؟ لا تسوي شيء، أنا كم مرة قلت لك؟ لا تنصحك، وش نصيحة خايسة جدا. كمان هلا هلا مرحبا يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ وش النايم؟ عساك طيب؟ بخير؟ شو اخبار؟ وش الحلاق الزينة؟ بالله كيف؟ والله جيب سرعتنا يا والله الحلاق اللي قلت لي عنه شكرا يا ولد. طيب والان شو الحلاق؟ ترى غيرت الحلاق والله. لا والله لازم تعلمني عليه بالله. انا اقول لك اول ما طلعت صورت قالت امي وين ما شاء الله تبارك الله وش الحلاوة. قلت النصيحة؟ قلت تركي هو اللي نصحني على الحلاق. بالله شو رايك النصيحة يعني؟ شكرا شكرا. بعدين الشعر اللي خبر قلت لك اياه قبلها قلت له على طول، قلت له ترى هذه بالله شيلها لي على طول. اي ابي شيلها على طول. والله شكرا. طيب شكرا. كيف الحلاق حقك؟ يا اخي بسم الله عليك يا صدق والله. والله صدق انت عندك خاصة اختيارك في الحلاقة والحلاقين جدا جامد. طيب صراحة بالله كم حلقت اول؟ خليني اسالك اول. اي الان الحلاق هذه الحين تو صدق 35 ريال 45 صح؟ إيه حلو حلو حلو. يعني ما لصقت الخشم يمكن ب 5 ريال زياده. طيب ليش ما قلت لي تصدق اني رايح عند حلاق؟ كم تجيب؟ كم حلقت؟ كم؟ 20 ريال. حلو. ويقول لي زيت من شعر بيت المره الاولى والمره الثانيه والثالثه، اذا حلقت عندها صدقني الرابع مجاني. يا اخي لو نقيل لي كان نصحتك عليه. يا الله الله ما علي، المره الجايه اروح لك سوا. المره الجايه تحلق على صدق والله. المره الجايه المره الجايه المره الجايه بس اقول جيت الحلاق حلو زين حبيبي انت. لا حلو طبعا هذه نصيحه بمبادره بموضوعنا النصيحه هذا اليوم. طبعا ضربت لكم مثالين، المثال الاول اللي هو كيف طريقه النصح الشينه اللي شفتوها، كيف طريقه تقبل المنصوح لها. طبعا المثال الثاني اللي هو النصيحه الزينه وكيف تقبل الموضوع لها. زي ما تشوفون كل شيء واضح ان شاء الله في المشهد، انه تقبلها بشيء اللي هو كسره خاطر، وانا كخويه ما عرفت كيف انصحه. والمشهد الثاني شفتوا كيف تقبل، تبادلنا الاراء وتقبلها بطريقه زينه، حتى هذا ممكن يخلي اللي حوله يمشي على النصيحه اللي انا اعطيتها. طبعا هذه كانت وقفت على المسرح وتعريفي كتركي الشمري، اتمنى انها نالت على اعجابكم وعلى اعجاب المشاهدين. كان معكم اخوكم تركي الشمري، نراكم على خير ان شاء الله. طبعا يا تركي عديت الوقت كثير، المعذره، لكن بعطيك رايي في تمثيلك. تفضل. صراحه اسمح لي يعني قدام الناس وقدام الجمهور وبكل ثقه وبدون غرور تسوي وجهك. اللي بعده راكان مطيري. السلام عليكم. أول شيء حاب أعرفك بنفسي، أخوكم ركان مطيري، أملك عدة مواهب. أولاً أنا محب لمجال التمثيل ولدي مشاركات مجال التمثيل، ومحب للقصص، وأكثر عادة غريبة جداً أنا ما أنام إلا لما أسمع قصة. أبداً ما أقدر إلا أسمع قصة. ثانياً عندي موهبة ممكن مختلفة جداً عن موجودين كلهم، اللي هو أنا أملك الفهم بلغة الإشارة. مثلاً بعطيك حروف، أول حرف اللي هو حرف الألف كذا، حرف الألف تمام، كذا حرف التاء، كذا حرف الدال، وكذا حرف الخاء، لأن هذه تعتبر نقطة. يعطيكم العافية. أيضاً أنا محب أسمع القصص مثل ما قلت، وعندي قصة قصيرة نوعاً ما. في واحد كان ثري وكان يساعد واحد من أصحابه كان فقير،
وكان يعطيه يعطي كل ما يملك للشخص هذا. فدارت الأيام ودارت السنين، رجع الشخص اللي كان غني راح، اللي هو كان فقير يبي ياخذ من عنده شيء، يبي يساعد، يبي يعطي شيء. فالقصة هذه جت على بيتين شعر. القصة مكتوبة باسم يسعود. يسعود: احذر من اللي يسوق الكذب سوق، واحذر من اللي ما يصون الرفاقة، ترى الردي ثوبه من الكذب مشقوق، بياع هرج ولا تهم صداقة، خله يولي بارد الوجه والمود، كب الذي شرواه وهل النفاقة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. ركان سم، قصة قصيرة نوعا ما، هي قصيرة يا ما هي قصيرة نوعا ما، كيف ذي فسرها لي؟ هي قصيرة. خلاص يعطيك العافية. أما اللي بعده، هو متعب ثايب، تنتظر مني أقول لك الجميل زيه؟ إيه بس ليه ما قلتي؟ خلاص يلا، متعب ثايب الجميل جدا. السلام عليكم. معكم متعب بن ثايب. أحب البر وأحب الحياة البسيطة، وأحب الشعر وأحب البل، وأفهمها وتفهمني. يقول: يا رفيقي عذرا قمت أتغيب، الزمان الشين تحكمني ظروفه، كنت هاقيها قلت ما هي قري مير، شفت اللي ما ودنك تشوف هالحياة اللي فيها طيب وخيب، عيفت نفسي وانا نفسي عيوفه، ليتني ما خاوي الا كل طيب، والله اني ما حق الدنيا حسوفه. صوت ابداعك. ويقول شيله، يقول: يا وجودي كل ما حال دون الراي راي، والظروف الجارية سريع مفعولها، كم نويت أقول كلمة تبين وش بلاي، ومنعتني شمتي واستحيت أقولها. الله الله، سلامتكم. صح لسانك وصح صوتك. في اللي بعده واحد والله غافل شوي شوي، مو كثير والله، لا والله كثير كثير. فؤاد عبد الله، حياك الله، ماني قايل جميل، اخلص علينا بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم فؤاد عبد الله سعيد الحصنة من منطقة بيشة، ما عليكم زود، الله يطول عماركم. طبعاً منشد، وأكيد الكاميرا عجبت في صوتي، نعم، وإذا ما عجبت أنا بسمعها. دقيقة. لا لا، هذه أفضل. هذه أفضل. قالت أبي منك أمان، وقلت كلي أمان، أنت فمان الله في وجهي وفيش نبي، عشنا سوا ثم راحت كن ما شي كان، شابت عيوني وراسي شاب وانا صبي. دقيقة الآن. أوه، هذه أبيات الشاعر فلاح بن فراج. يقول: لا والنقال دقيقة، لو ان قلبي على اللي صار متعود، ما كان شفتي بوجه اللي تشوفينه، انت تقولين لي بروحي واحد
لك تقول غير اللي تقولينا. سلامتكم. صح صوتك يا فؤاد، صح صوتك، مع ان ما ودي اقولها بس شك والله. صح بدنك. اما الان معانا ناصر القماش. اتوقع اني قلت اسمك صح الحين. ايه. راضي عني ها؟ نعم احسنت. اخلص اخلص. والله والخاطر مضيقة. اخلص. طيب اسمع، اني ناقد على اسمك اصلا كمورة. صلوا على النبي. اول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم واوقات المشاهدين بكل خير. انا والله سعيد جدا باني انضممت لهذول الرياجيل اللي ما شاء الله تبارك الله مواهبهم متعددة. معكم اخوكم ناصر ابن علي القماش، العمر 27 عام، خريج كلية اللغات والترجمة، من المنطقة الجنوبية، أحد وجهات السياحة منطقة أبها. أيضا أنا شاعر، أحب الشعر نوعا ما، وأحب في الرياجيل صاحب العزم، وقلت فيها خلك قوي عزوم وعزمك لا يلين، لو ذقت من دنياك لدها والأمر وضيقتك لا يدريبها إلا المعين إلهنا اللي فوقنا، عنده ممر دنيا الرخيصة ما تساوي ريالين يلهبها الجاهل ولا عنده ولا عين ثمر. وأيضا أحب المتوكلين على الله ولا المتوكلين على الناس، وقلت فيها أعوذ بالله من الشيطان وعمله، ادعس على رأس الردي لا يهمك، لو كان يملك منصب إلا التنصاه، وهمومك اللي وص صدرك تهمك، لا تشتكي على العرب وعندك الله يمكن يضرك، أمر وقته ويغمك، وأنت صميد تملك الوجه والجاه، ادعس عليها والمهمات قدمك، بعض المصايب ما تحب المدارة ختامها قبر يجيك ويضمك ويهب نسناس العصر ويتخطاه. سلامتكم طالت عمركم. سلام عليكم. صح لسانك يا ناصر، صح لسانك. صح بدنك. بس يا أخي مشكلتي معاكم كلمة نوعا ما، يعني شاعر نوعا ما، شلون؟ يعني يا شاعر يا من شاعر؟ ما أحب الشعر كثير، ما أحب أكتبه. طيب ليش تصنفت نشرك شاعر؟ لأني أنا كتبت شعر. شفت النظام اللي استطعنا ما استطعنا. استرع الله يسعدك استرع. الله الخاطر عليها يا رجال. عمر القحطاني تفضل المسرح. وينك يا عمر؟ هذه قلة احترام للفقرة يا عمر. اشخصنها معك؟ بسرعة. افتح مايكك يا بس انت ناسي. اي ترى ها قبل شوي كنا لما قد احنا بدا يا كاميرا تعلمنا. بدا الوقت. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسعد الله اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء في برنامجنا وش دورك. طبعاً ضيفنا اليوم المعلم الأستاذ محمد الشهراني، نرحب به معنا هذا اليوم. الله يبقيك ويطول في عمرك. كيف حالك أخوي محمد؟ الله يطول بخير، نحمد الله ونشكره. عساك طيب؟ بخير الحمد لله. مدرس؟ إيه. طيب. طيب. حياك الله. حياك. طبعاً هذه مداعبة بسيطة، يقولون المجتمع كله يقول وش دور المعلم، وش عند المعلم، وش عنده وش ما عنده. أنا أوجه لك هذا السؤال أخوي محمد، وش دور المعلم؟ وركز في الكاميرا هذيك. المعلم بشكل عام يحمل رسالة عظيمة جدا، لأنه هو اللي بيخرج الأجيال مستقبلا، فلشان كذا لابد من المعلم أنه يوصل الرسالة بشكل مناسب، لأنه بيدرس الفصل الكبير والصغير، العاقل والمجنون، فلا بد أنه يحمل رسالة عظيمة. زي ما ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعلمون لا كاد المعلم أن يكون رسولا. نعم، قم للمعلم وفي التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا. فالمعلم رسالة عظيمة جدا. طيب أخوي محمد، فيه حقيقة، لأني أنا جلست معك كثير وشكيت لي كثير من الطلاب، كيف تتعامل معهم؟ كيف
تتحمل هذا الشيء الضغط والموقف هذا؟ قبل كل شيء لازم تحتسب الأمر لله عز وجل، أنك تفعل في الطالب هذا شيء ما ترتجي منه شيء، ترتجي شيء اللي أنت بتسويه من الله عز وجل. نعم. لأن الطالب أنت بتدرسه، بكرة بيجي معلم يدرس طالبك، فعلى أساس كذا أنت الرسالة اللي بتوجهها للطالب بيجي غيرك يوجه رسالة من ابنك، فلا بد أنك إيش تحتسب الأمر لله عز وجل. نعم صحيح. نشكرك أخوي محمد، وفي نهاية هذا اللقاء أحب أقول هو سبقة كانت نختم بها، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. يعني حنا في فترة المراهقة ندرس، لا تسمع يا رجال ندرس خليه يروح، لا امزح وتخبل واضحك، لكن وقت النصيحة خذها بكل حواسك، خصوصا من الشخص ندرس خذ منه نصيحته في التدريس، الحافظ القرآن خذ منه نصيحته، مدرس القرآن التجويد وفي ذي خذها بكل حواسك استشعرها. فنشكرك أخوي محمد وتشرفنا فيك، ناخذك إن شاء الله في لقاء قادم. يا حياك الله، أهلا وسهلا، وعدنا الاستراحة. علمك أنا رسول، ما عندكم شيء لا رواتب ولا الله يهديك، بدون ترتيب بدون شيء يا شباب. يعطيك العافية يا عمر. طيب شكرا لك. عمر القحطاني سعودي، خلاص السعودي وقتك عمر خلص يعني. خلاص بس مش لبناني. شكرا. أما الحين مع الغثيث اللي لقبوه أو لقبه فاتم عيان الغثيث، لحظة يعني ما شاء الله يا الثقة، واثق أنه هو الغثيث، تفضل يا الغثيث ورنشل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعد الزاهب عفوا، عشان ما تقول ما قلت اسمك قلت الغثيث. شفت قطعت كلامي، بيجي بكرة فادم عيان بيقول الكامل. أنت غثيث غثيث عادي كذا ولا كذا. حلوة. تفضل. أحب أمسي عليكم بالخير جميع المشاهدين، أخويانا فهد معيان علي الغامدي اللي لقبوني بهذا اللقب اللي اللهم لك الحمد، يعني شكرا لكم من أعماق القلب. مهارة كرة القدم، لو يسمح المسرح أني أقدم مهارة كرة القدم، قدمت لكم مهارة ما قد شفتوها في العالم، فلذلك أنا طلعت ما عندي شيء، الرياليتي عالي، الواقعية اللي خلتني أقدم في برنامج بداية واللهم لك الحمد، ربحت على الكرت الذهبي بعد الكلام اللي قاله فهد معيان على الغامدي. فأحب أقول لك يا طويل العمر السلامة، عندي نكتة، يعني الشباب ما قصر اللي مثل واللي قدم، عندي نكتة يا طويل العمر السلامة، في ثلاثة حرامية أحتاج التعزيز، أضحك أضحك، في ثلاثة حرامية طويل العمر السلامة، الحرامي الأول طلع العمود أمجت الشرطة، طلع العمود، الحرامي الثاني تحت، أصبر، الحرامي الثاني تحت السيارة، الحرامي الثالث وأنتم بالكرامة والمشاهدين بالكرامة رقد تحت الحمار. سأل الحرامي الأول إيش عندك؟ قال أنا ماني بحرامي، أنا يا طويل العمر السلامة كهربائي. سأل الثاني اللي تحت السيارة قال أنا ماني بحرامي، أنا ميكانيكي. سأل اللي تحت الحمار قال أنا توي ولدت. كان معكم الغثيث مساعد عبد العزيز القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يقرا ابليسك ما شاء الله عليك. الله ما اقولها محل اسمعك. استرح الله يسعدك استرح. اما الحين مع سلطان الصباح. كم طولك يا سلطان؟ 200. 200 كم كيلو؟ خلاص عطوه الذهبية، ضحك كويس. مترين. ابدأ لا تعرف واجد. ما سمعت أنا. لا ما قالت، ما قالت 1 2 3، أنا أقوله يعني. ابدأ الله يشغل. 1 أصبري 3 دقائق. أول شيء أمسي على نفسي الكريمة، نفسي الشريفة، نفسي العزيزة، نفسي المتنافسة مع نفسها، أسأل الله يحفظني ويوفقني ويرزقني ويسر أمري. أنا رجل لن يتكرر، أنا الوقوف، أنا القمر، أنا النجم، أنا سلطان،
احس خلاص زودتها الزبده. شبيك لبيك سلطان بين يديك، وين ما تبيني بتلقاني. منشد مقدم، ولا اقول مقدم لان تقديمي بيله ناس يفهمون. احب التقديم. ممثل. كتبت سيناريوهات واتوقع قلتها 10 مرات ولا اكثر، وقدمت يعني قدام اصحاب سمو اللهم لك الحمد. سيناريو مسرحية. زعتر يمسي عليكم بالخير قبل كل شيء. سمينا زعتر المعلومين. بسمعكم شيء يقول فيه ايه. انا اشتقت والله الحايل. اي والله اني اشتقت الحايل، بس عاد بسمعكم شيء. اشتقت لك يا بعد حي وحياني، لا يا بعت البيات البيض لابان. اشتقت لك شوق ما عبره بلساني، شوق يخلي ضلوع القلب يشتبن. انا الظريف، انا الوقوف، اللي يقولون لي هبت بس اتوقع اني هبت على وصوره. شكرا لكم، اسال الله يوفقني انا واخوياني واخوياي المتسابقين، عشان ما يقولون اخوياني اخوياي المتسابقين لما يحبه ويرضى. شكرا لكم، وادري يا كموره بتشكريني على هذه المقدمه، لن يستاهل، والسلام عليكم. اذكر حنا قلنا يعني قدم نفسك او قدم موهبتك، ما قلنا تعال هايط علينا. اتوقع ما قصرت. استرح استرح الله يسعدك، استرح استرح. اما الحين خلونا نشوف اللي بالنسبه لي انا من معجبينه، دحام الضحك. ما نقدر نقول شيء دحام، تفضل. الله يطول عمرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقولوا سحر مستمر. هذه يقولون علم عند الله سبحانه أنه ابتدى فيها هتلر في خطابه، بعد ما أخذ فترة قال أعطوني مقدمة للخطاب اللي أبداه، أعطاه واحد من أهل العراق الخطاب هذا. فأنا أشوف أني أولى أنا من هتلر أني أبدأ فيها هنا. كانت عندي مقدمة دائم أحب أني أبدأ فيها وأقدم فيها. أنا ابن جلا وطلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، لكن ابن عيام ما يتعب اللي بعده، ما بقى لنا شيء. معكم أخوكم دحامة بن عبد الرحمن الضحيك المطيري، شاعر ومنشد وراوي قارئ في التاريخ الإسلامي والعربي، وعندي أبوي عسى الله يطول عمره ويرفع قدره. من يسمع؟ كل ما احتجت حاجة لقيتها عنده بعد الله سبحانه. منها الحفر الباطن والقصيم وحد رفيدة عندكم، ما نبعيد منكم، كل واحد منكم ما عليكم زور. العمر 26 على مشارف 27، متخرج من جامعة المجمعة بمرتبة الشرف ولله الحمد. طلعت برا كملت دراسة ورجعت. موضوع اليوم ما أبي أتكلم عن نفسي، يعني قلت لكم شاعر منشد، ما أبي أطبق الحاجات هذه. عندي موضوع مختصر قصير أحاول أني أوصل رسالة فيه. أغلب الناس يطردون وراء وش؟ الرزق، يسعون وراء الرزق. بل أحد أسباب تجمعنا في هذا المكان أننا نسعى وراء الرزق، كل واحد له غايته. فأنا أتكلم عن الرزق، بتكلم عن الرزق في أشياء بسيطة ما أقدر أختصرها في 3 ساعات، فما بالكم في 3 دقائق. بعطيكم 3 قصص عن الرزق أو أحداث سريعة، وثلاث أسباب لاستجلاب واستحلاب الرزق. موسى عليه السلام جوه 2 زوج وزوجته، قال يا موسى اسأل لنا الله أن يفتح يوسع لنا في رزقه. فسأل الله، قال الله سبحانه وتعالى يا موسى إني أمهلتهم سنة، من بعد هذه السنة لا يطلبوني سنة. ولله حكمة، ممكن لأنهم سألوا موسى أنه توسط فيه لله سبحانه وتعالى. فتح لهم الله باب الرزق. فكروا الاثنين، قالوا حنا وش نسوي، ما عندنا إلا سنة. فافتحوا 4 بيبان من بيتهم وقالوا للناس تعالوا حياكم الله، خذوا من الأرزاق اللي عطاناها الله، كلها سنة وبتروح منا، فخذوها أنتم. عقب ما راحت السنة ودارت وخلصت، موسى عين عليهم، سأل الله سبحانه وتعالى، قال يا رب أمهلتهم سنة ولا تنسى سبحانك جل شانك. قال الله يا موسى أنا فتحت لهم باب واحد في الرزق، فافتحوا 4 بيبان، أغلق هذا الباب يا موسى؟ فهذه نستفيد من السالفة هذه، أن الصدقة العطاء على قولتهم الكريم معان، والملائكة في السماء في كل يوم يسألون الله، اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. الحاجة الثانية، واحد وقف
ما انت ميت الا من ماخذ رزقك على السالفه هذه. واحد وقف على بير فزلقت رجله وطاح، البير هذا ما يطيح فيه واحد الا يموت. هذا طلع الرجال طلعه قال له سبحان الله يا فلان كل من طاح مات الا انت عشت. اخذ من الحليب، هو كان حالب قبل لا ينزل، اخذ من الحليب قال اعطوني بس بالريقي، شرب رجع قال انا بوريكم شلون، والله اني سويت الحركه هذه وزلقت صدفه، زلق سبحان الله طاح ومات. اخرجه الله باقي له شربه حليب ما شربها، باقي له رزق في الدنيا. اخرجه الله ثم رجع لنفس محله ومات. فيه مره في عهد داوود تشتغل في الصوف ورزقها ورزق عيالها بعد الله سبحانه وتعالى، اخذ الطير الصوف هذا وراح فيه. جت تشكي الى داوود، يا داوود الله سبحانه وتعالى يرى ان ما عندي رزق لعيالي الا الحاجه هذه الصوف اللي انا قاعده استرزق فيه. وارسل الله طير واخذ هالحاجه مني وراحت مني. داوود هو يهديها ويلطفها، تراها راحت له بعد فتره ما راحت لحزتها، الا جوه اربعه قالوا يا داوود حنا في البحر وحصلت لنا سالفه، جايين بتجارتنا وبضاعتنا ودنيانا، يوم وصلنا في نص البحر اخترقت السفينه وانخرقت، فارسل الله لنا طير معه الصوف فسدينا هذه فوصلنا ولله الحمد عندكم. فقدموا داود من كل رجل منهم الاربعه 1000 دينار 1000 دينار 1000 دينار، قالوا عطها البيت مال المسلمين عنها اللي حصل فينا. فسبحان الله التفت لها داود قال الله سخر لك الطير والحيوان والانسان والبر والبحر والجو الى انه يوسع لك في رزقك، بدل هالصوف أعطاك 4000 دينار. فيه مثل عندكم يا أهل الجنوب يقولون الخير في طوارف الشر أو عواطف الشر، وفيه بيت اللي يقول فيه ما عقب عجل ثائر غباره ألا خيال يرعد ويبرق. الله الله أسباب أختم فيها، أعتذر أني طولت في الوقت ولكن موضوع كبير ولا أقدر أختصره في وقت قصير. أسباب استجلاب واستحلاب الرزق هي ثلاثة اللي أنا اختصرتها حاليا، ولا هي أكثر ترى تبحرون فيها لو تبحثون عنها، اللي هي الاستقامة وطاعة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وش يقول؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الحاجة الثانية عالم عنده الطلاب اللي عنده طلابه، فجاء واحد قال أنا أشكي من قل القطر المطر قال استغفر الله طلع، جاء الثاني قال أنا أشكي من قل المال قال استغفر الله طلع، جاء الثالث قال أنا أشكي من قل الولد قال استغفر الله طلع. قالوا اللي عنده عجبا لأمرك، اختلفت العلل والدواء واحد. قال ألم تسمعوا قوله تعالى في كتابه وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه من أسبابها. الثالثة اللي أنا بختم فيها وأقدر أبحر فيها لكن الوقت، بر الوالدين وصلة الأرحام. صلة الأرحام هي أولها بر الوالدين سبحانه الله يطول عمارهم على الدين والطاعة ويرحم الميت منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أراد أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه فليصل رحمه، من أراد أن يطول عمره يوسع رزقه فليصل رحمه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله، إن صوابا فمن الله ومن ثم أبوي ومن ثم وليس المقارنة هو، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعتذر على الإطالة أعتذر. يعطيك العافية دحام، وعطوني تحية ثانية أقوى من كذا، مع انك طولت بس اللي قدمته كان شيء جدا جميل. طول عمر. اما الحين مع شخص ابثروها المتسابقين كل شوي يقولون دكتور تعبان ما ادري ايش فيني وزعلان، الدكتور حاتم الفريدي تفضل على المسرح. مالك زود ضايقوك يا حاتم؟ السلام عليكم أبو شي. والله ضايقوني، ما هو ضايقوني والله، ما نقول ضايقوني، لكن هذا دليل أن العلاج الطبيعي بحر. يعني تضايق إذا حد قال لك علاج وزي كذا؟ تسمع مني الحين وتعرف. طيب عندي الأبهر الله يخليك، ممكن أبشر بي. تفضل معاك المسرح يا حاتم. السلام عليكم، أول شيء مساك الله بالخير. الشيء الثاني ممكن خطأ مني، ماني جايب من الإدارة، أنا كنت جايب مقطع مرئي ومرتب عليه إني بتكلم فيه، لكن قالوا ما نقدر نحط مقطع مرئي، فالآن قاعد أنا أرتجل قدامكم، والله ما حضرت لكن ببحر لكم. معكم أول شيء حاتم فريدي، أنا قبل كم يوم عرفت نفسي اللجنة التحكيمية، اليوم أعرض نفسي لكم كمتسابقين وللجمهور. ليش دخلت بالعلاج الطبيعي؟ وليش جيت أنا قلت أبدخل وهوايتي العلاج الطبيعي؟ أنا معي مع قصة العلاج الطبيعي قصة طويلة لكن الوقت ما يسمح، لكن إن شاء الله بنقول الجيد منها بإذن الله. أول شيء يا شباب،
أنا أول ما طلعت من الثانوي كان عندي طموح إني أبي العلاج الطبيعي من زمان، وأنا أصلاً أبي العلاج الطبيعي. طلعت قدمت على كلية الضباط، والواحد يمشي ورا الرزق. جوني أخوياي، جاني قبول مبدئي، جوني أخوياي قال قدم أنا بجامعة، قلت أنا وخر عني خلاص أنا إن شاء الله مقبول. فكتب الله ما جاني قبول، رجعت لأخوياي إلا قالوا ترى إحنا قدمنا لك على الجامعة، رحت هناك جامعة تخصصك إعداد علوم. دخلت إعداد علوم، مشيت الترم الأول الثاني الثالث، أنا الحمد لله ماشي كويس، بس الهاجس مو موجود، أنا ما ركبت سكة القطار اللي أبيها. فقاعد أفكر وقرار صعب إني أغير من تخصص وأنا ماشي فيه. فوالله شديت نفسي وتوكلت على الله ورجعت من جديد وأنا قاطع شوط بإعداد العلوم اللي تخصص كيمياء وفيزياء ورياضيات، رجعت من جديد ودخلت على العلاج الطبيعي وكملت فيه كتخصص وبحرت فيه، والحمد لله شديت حيلي فيه، والطموح عندي بإذن الله أني أكمل الماستر والدكتوراه فيه. وأنا دائم يسألوني بمقابلات وظيفية وش تشوف نفسك، أقول إن شاء الله أشوف نفسي رقم واحد بالسعودية بالعلاج الطبيعي بإذن الله. والشيء الثاني أنا جيت هنا اللي خلاني أحب العلاج الطبيعي أكثر وأكثر، إن في حالات كثيرة الناس يمكن ما تعرف العلاج الطبيعي، في حالات كثيرة بالعلاج الطبيعي أنا مسكتها من بعد الله تغيرت حياتها جذريا بالعلاج الطبيعي. فالله يجعلنا إن شاء الله سبب في شفاء الناس. وفي الختام كل اللي سمعتوه هذا من بعد توفيق الله ثم الوارد القائد، هو اللي الهمني الصبر، وهو الهمني القدرة والمعرفة كاملة هذه والثقة بالنفس من بعد الله إن شاء الله. ومسيه بالخير أبو حاتم، والله يجزاك خير إنك كونتني، وشكرا. الله يخلي لك يا رب، يخلي ولد الشباب كلهم ووالدينه. اللهم يعطيك العافية حاتم، ما قصرت. أما الحين مع ياسر البقمي. ما نشرنا الروح فيها إلا لجل مشاهديها، لجل من نفس عليها مرتب. أقدر أستريح؟ أقدر أستريح وأسولف مع الشباب؟ لا. ولا لازم واقف؟ لا. واقف؟ أسرع أسرع خلص. حبكم تسولفون واجد أنتم. هذه عادتنا. السلام عليكم. أخوكم الصغير ياسر بقمي. لا الصغير. الصغير. أخوكم الصغير ياسر بقمي. أخوكم الصغير. كررتها ثلاث مرات عشان ينحفظ اسمي. كلنا جينا لهالبرنامج عندنا هدف، هدف وطموح. يعني احنا نقدر نكون ناس، يعني ناس تداوم تنام، تداوم تتغدى تتعشى ترجع تنام تداوم، نفس الروتين نقدر نكون. لكن كلنا جينا هنا وتجمعنا عندنا هدف، يعني والهدف ذا نقدره ونقدر الفرصة اللي جاتنا. يعني الإدارة وقناة بداية تحت لنا الفرصة، فكلنا جينا وعندنا هدف وعندنا طموح. يعني الهدف، أنا إنسان عندي هدف، كان من قبل ثلاث سنوات عندي هدف أني أدخل البرامج الواقعية، والحمد لله الله أكرمني واليوم أنا معكم وأقدر هالشيء، أقدر بالحيل أني أنا موجود بينكم وأحترمكم وأحبكم. شوف ما أنا كم يوم، لكن أنا جالس كم يوم معكم، يومين ثلاثة، يعني الحمد لله إن الله أكرمني، إلا عمر عاد، إن الله أكرمني أن أكون بينكم الحمد لله. والطموح، يعني الهدف قدام عيني من سنين، والذيب لا جاع ما ينام جايع، ما جيت أضيع وقتي الحين، أنا جاي أعوض وقتي الضايع. فصح بدنك صحيح. وفيها الشيء الثاني اللي هو الطموح. يعني احنا جايتنا بعد عندنا طموح، يعني احنا ما نطمح ان نوقف هنا. ما تدري انت، يمكن يوم الثلوث احنا سبعة عددنا، ممكن واحد منا يمشي. لا يوقف طموحك هنا، انت انسان طمحت خلك على قد طموحك، الخط انفتح امش. فانا ياسر الشاعر، ياسر المتحدث، ياسر اللي ياخذ ويعطي، ياسر اللي يحب الناس، وان شاء الله الناس يحبوني، هذا اللي آمله. ما يعني الواحد ما يبغى الناس تكرهه، انا ما احبك انت لا تشلي. ف
فالحمد لله على النعمة والحمد لله على وجودنا اليوم والحمد لله أنه بصحة وعافية. شكرا لكم. إن شاء الله أني ما أخذت وقت زايد. يعطيك العافية يا ياسر. يعطيك ألف عافية ما قصر. والحين نجي عند المصارع الغير مصارع فواز مقاطي. حياك الله. والله إنك حلوة يا كمورة على فكرة. قدم وانساكت. جيت البداية وابشروا بالمسرات يطيب من طيب المراجل جماعة. فواز بن غازي كثير الحركات يحب كل الخلق مع مجتمع. فواز بن غازي كثير الحركات يحب كل الخلق مجتمع من مجتمعها مصارع وشاعر وعنده بطولات وبيصل الحاجة اليوم من طمعها. مساكم الله بالخير جميع. أولا الموهبة شاعر ومهتم في الشعر. اكتشفت موهبة الشعر والقاء للقصيد من يوم كنت في ثاني ابتدائي. قدمت يا طويل العمر في كنت أدرس في ثاني ابتدائي قدمت في فرسان الإلقاء مع جماعة الموهوبين. ما عمري والله ألقيت قصيدة فقدمت ما وحالفني الحظ والقيت قصيدة لخالد الفيصل يقول أنا سعودي رايتي رمز الإسلام وأنا العرب وصل العروبة بلادي وأنا سليل المجد من بدا الأيام الناس تشهد لي ويشهد جهادي. دستوري القرآن قانون ونظام وسنة نبي الله لنا خير هادي أفخر على العالم. أمشي على الدنيا وأنا رافع الهام وأفخر على العالم ونجني حصادي. وإذا تأخر بعضهم رحت قدام وإذا توارى خايفا قمت بادي. ونجيت ساحة الوغى صرت مقدام عقيد قوم إلا الطبيعة ريادي. فاح من هنا بديت أهتم في الشعر وأحافظ والحمد لله وفقني الله وكتبت. أما الهواية الهواية شيء ثاني. الهواية هي الرياضة بشكل عام بشكل عام. صارعت سبحت لعبت صفقت تصفقت. فأنت معي. وأذكر عندي خبرة صيانة. عندي حاجة لما بغيت أعرف الحاجة عرفتها صيانة. اشتغلت صيانة يا طويل العمر في جوالات. ما أخذت لا دورة ولا شيء. أصلح الجوال وأخرب 20 مرة لين أصلح. هذه حاجة يعني من بدون لا دورة ولا شيء. فاشتغلت في صيانة جوالات يمكن حوالي سنة أو سنة ونص وغيرها. وعلمي سلامتكم شاركت في بطولة المصارعة مع المنتخب. طلبني المنتخب وترشحت لرحلة للمجر وإلى اليونان ولا رحت. ما الله كتب جتني إصابة فقبل التصفيات بيوم في ركبتي وفاز علي واحد من اللعيبة. والحمد لله على كل حال. وعندي بيت فيه بيتين أنا أتمناها إنها لي صراحة. اللي يقول يا ليت الماجد نصيف يا ليتني في بعض الأشياء مخير وضحي البامتش يقول بدمي في كل شيء في كل شيء في كل شيء في هالدنيا يتغير إلا السماء والشمس والأرض وأمي. فأول شيء أمسي عليها بالخير من هذا المنبر. هي اللي دعمتني وحيزتني على أن أكون بينكم هنية. ولا أنسى القائد أبوي الله يطول بعمره والسامعين يقول يا تاج راسي فيك أنا قد تحزمت لولاك ما جالي فعول جميلة يجعلني قدام لا تموت قد مت ولا ذوق حرك كل يوم وليلة. واختامها الحركة دي بتحداكم فيها اللي هي أنا بقى أدور حاجة أنزل الشخصية فيها عشان راسي تعب للقاء. كسرتنا وكسرت مسرحنا الله يهديك. يعطيك العافية. يعافيك. الحين جاء دور ذكر المراكز والميداليات. خلونا نبدأ بأول ثلاثة وأقول لهم تعالوا على المسرح. محمد الدرعاني، بندر المطيري، وناصر القريني. سالون طيب. محمد الدرعاني
بيه. تتوقع خذيت اي ميداليه؟ ان شاء الله الواحد يطمح للشيء الافضل، ان شاء الله الميداليه الاولى. ايش الميداليه الاولى؟ اللي هي لو الذهبيه ان شاء الله. ما شاء الله، واثق بنفسك لاي درجه ما شاء الله. ما هو بثقة بس إن شاء الله أنها زي ما تقولين طموح أو هدف. طيب خليك على جنب شوي ونروح البندر المطيري. بإذن الله أن الكرت الذهبي بما أني أخذته في الأولى إن شاء الله بأخذ الثاني. كروت ما عندنا كروت، عندنا ميداليات. هو الميدالية الثانية. يعني بعد أنت واثق ما شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. ناصر قريني. ناصر؟ هيا. وش فيه صوتك ما وصل لي ولا وش؟ لا موجود أنا أشوف. ما شاء الله عليك. تتوقع أنت خذيت أي ميدالية؟ ان شاء الله الذهبية ان شاء الله. ناصر القريني خذيت الميدالية البرونزية. تفضل انزل. استاهل طيب. اما محمد وبندر فواحد منهم ماخذ الذهبية. من هو؟ ما ندري. بندر خذ الذهبية ولا محمد ولا مالد. في مجرد ما نذكر الشخص اللي خذ الذهبية على طول راح نعرف مين اللي خذ الفضية، صح ولا لا؟ صحيح. محمد الدرعاني، بندر أنت الفضية، مبروك لمحمد الدرعاني الذهبي. اتمنى انه ما حد يرجع يسلم. شباب يستريح. اللي بعدهم اتمنى ما حد يقوم يسلم، يعني ودي يعني علشان ما نجيل الميداليات منكم. تراني على طريف انا. احمد الحاصل منور. سم طيب اعطوني محمد العواد وعلي العمري واحمد الاكلبي. يلا برزق ما حسبنا حساب مطلع القبله الى مطلع الشرق. رقم 10 اذا في 10 ولا 11. من اللي يبي رقم 10؟ خليني اتشخص. انت يا عمر كموره تبين اعطيك توقعاتي؟ لا خلاص شكرا. شكرا احتفظ بها لنفسك. ما احتاج. احمد الاكلبي. عامر تدلل دام انا وانت حييت فداك روحك روحي تسدك. السلام. الحين عادي نطالع فيك ولا لا؟ لا خليك بعد. لا لا تطالع. هي تمادي لا تطالع. طالع. عارف شو سوي فيك؟ ايش رايك علي العمري ياخذ ذهبيه ولا فضيه؟ ولا ذهبيه استاذ ذهبيه، كلهم والله يستاهلون ذهبيه. سهل الطيب. حلو تعرف تجامل. خليني اتوقع. لا والله ما جملت الصدق، انت ايش سويت تبديليه؟ لا انا رجال. لا والله يستاهل الصدق هو هذا بعد محمد العواد. توك عرفت اسمه يعني على ذنب. لا اعرفه بس اني يعني يمزح بيمزح. محمد العواد سمع عيونه. هل تعتقد الشيء اللي قدمته تستحق عليه الذهبيه؟ والله ما قدمته لنا بالذهبيه، غير الذهبيه والله ما به. يا اخي وش الثقل عندك؟ لا لاني انا ما جيت هنا لنا بالذهبيه، ابي الاول ابي ابي والله بالله المكان اللي تشترون منه ثقه عطوني يا اخي، انا ابي ثقه بعد. الثقه في محله ولا استغرب. الله يسلمك باذن الله ان شاء الله ما جينا بنحقق المبتغى ونبي ناخذ ذهبيه وان كان معها شيء ثاني ما نردها والله. يا ما شاء الله علي العمري. لبيك. كيف حالك؟ الحمد لله. تبي تتوقع مين اللي اخذ الذهبيه؟ اتوقع. تفضل. خلاص خلاص ما احتاج. احمد الاكلبي. عيونه. خذيتها. معك البرونزيه. السلام تعدي. ذهبيه عند ابو عبد الله. والله والله انا عندك والله يستاهل. والله ما تجيني والله. انا اعطيت توقعي تركي قبل اطلع ف ان شاء الله انه عندك يا ابو كلنا عندنا في راس اللي عندي عندك. تستاهل تستاهل ابو عبد الله. يعني عادي لو اخذها منك واعطيها علي؟ والله انه على ما قريب يرزقنا الله، ما اعطينا شيء ان شاء الله بيعطينا ان شاء الله. والله اقولها والله تستاهل كلها عندي ولا عنده واحد. كلنا عندنا. خليكم واقفين. بسم الله. شهيق وزفير. لان اللي بياخذ الذهبيه راح ياخذ 1000 خطوه. تعرف ايش يعني 1000 خطوة؟ والفضية بياخذ 750 خطوة. الكل اليوم معانا كسبان، مو معناته اللي ياخذ برونزية سيء ولا لا، بالعكس كلكم ابطال وكلكم كويسين، ولكن هذه التقييم الموجود عندنا. خير مقبل خير مقبل. الذهبية لك يا
محمد الأول. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. استريح يا شباب علشان نعلن للي بعدكم. شرفني على المسرح أبو بكر حمدي، ماجد بن نادر، وفيصل الشهراني. حمدي مرحبا، كيف حالك؟ بخير، جعلك بخير. عطني توقعاتك. توقعات مين خذ الذهبية والفضية والبرونزية؟ اقدح قول. انا طيب، انا اكيد الذهبية. وش الثقة اللي عندك هذه؟ انا واثق. انا قايل لكم عطوني المحل اللي شريته منها الثقة. من وين؟ في بجنب القرية هنا شيء؟ قولوا لي. ايه فيه. وين؟ عند ناصر الحربي. اوه اوه، لا كذا انت تورطني يا رايد. طيب ماجد بن نادر، هلا. هل تعتقد اللي قدمته اليوم يعطيك ذهبيه؟ والله نقول ان شاء الله. الله ما ندري ايش حنا على، لكن ان شاء الله. يعني ما شريت ثقه من مع الشباب اللي اشتروا ثقه؟ قالوا الاول. لا لا، من حصل شيء يستاهله طال عمرك. حلو، يعني انت ما شريت ولا مرت عليك الثقه؟ لا لا، انا عندي ثقه في نفسي، لكن من حصل شيء يستاهله. حلو. فيصل الشهراني، يا عيوني انا. تسلم عيونك. ما عندك ثقه برضه ولا؟ لا والله الثقه موجوده، لكن سواء خذيت انا خذاه واحد من الشباب، كل يبونه هني على قولتهم عصب كف واحده، كل منا يمثل الثاني. ونعم. فاتمنى لخوياي ما اتمنى لنفسي صراحه، الله بيعطي كل مستحق. خلوني اعلن الذهبيه هالمره على طول. يلا. طالعوا قدام شهيق وزفير. ألف مبروك الميدالية الذهبية يا أبو بكر حمدي. تسلسل والتردد الحكاية متعدد ما ردت الحكاية مرتنا على حكاية معدودة. يا استريح يا شباب، استريح استريح، الله يخليكم. استريح، خلونا نعطي الذهبية والبرونزية. لا الذهبية قلعتوها انا. صح، معليش، انا حبيت اشوف ان ما في احد مركز معي ولا لا. عجب عجب. اسلم اسلم. لو سمحت انا اتكلم وقت ما ابي، ما هو انت اللي تقعد تشرب علي. اقول خسائر بس. وشو؟ خلصين عشان متوترين بيشوفون. آه أحمد، ترى حتى البرونزية اللي خليتها أخذها منك. لا لا أنت خذي، أجل أفداش أعطيني غيره. أما الفضية والبرونزية فهي بينكم أكيد، بينكم أكيد. هجر بين من يعني؟ نضحك؟ يا أسئلة يعني. ماجد صاير ظريف كثير جدا. ما شاء الله عليه. إن شاء الله. مبروك عليك الفضية يا ماجد بن نادر. مستاهل مستاهل. استريح يا شباب. وش اللعبة هذه يا أحمد؟ استغفر الله.
الحين يطلع لي على المسرح متعب ثايب وعمر القحطاني والغثيث جدا مساعد الساعد. مساعد الزهر يا عيون مساعد. خل عيونك لك منفس ولا شنو؟ لو سمح. طيب ها، مين تتوقع خذ الذهبية؟ ولا قصور في ابو حمد؟ اح ايش معنى يعني؟ هو جالس بالنص وش ال... شوف انا ثقتي في نفسي كويسة، ولكن الذهبية ما هي عندي، ما ادري من عندي. يعني انت ما عندك ثقة؟ لا ثقتي في نفسي موجودة. ثقتي ما ثق من نفسه يقول انا الاول، حتى لو يدري انه ما الاول. هالاول مشروب فنجال يا رجال. الذهبية ها انت تقول الاول قبل شوي يا رجال. الاول مساعد الزهر باذن الواحد لحد ان شاء الله يصير باذن الله. دق علي ها. فعطني رقمك اللي اخذ. خليني اتكلم اقول البرونزية ايش رايكم؟ البرونزية برونزية روح. لا لا لك لك. لا 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 انت الاول. يمين يمين انت الاول. انت الاول قبل شيء تكون الاول انت. عمر لبيه. تتوقع مين خذ الذهبيه؟ اللي خذ الذهبيه ما يحتاج. كفو افضل افضل مقدم. هذه الثقه. ها امدحني الاول لي. مالي ما ضحك والله لو تطير ما ضحك غثيث يا رجال. عمر شاب مبروك عليك برونزي. تخيل اقول الذهبيه البرونزيه. الله يا عمر تستاهل برونزي. شرف شرف بقر. يمين يمين عيب استاهل طيب. الحمد لله على النجاح. على النجاح 200 اليوم. يلا علشان نعلن هذا النجاح. مساعد ايش فيك؟ كان الثقه بدت. كانك ودك تقول لا بالعكس حاجة. الثقة زادت شوي. والله زادت. تحسبك نفسك البرونزية صح؟ حط حط واحد حط واحد حط واحد حط واحد ما حطيت حط والله 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 ما حطيت الأول. ها؟ والله ثقتكم حلوة حلوة جدا. إيه إيه الأول أبشر بسعادة أبو محمد الأول لي بإذن الله. وما جاني الأول بحصل عليه بعدين. يعني أنت حسب يعني الأول يا الثاني صح؟ أنا يا الأول يا الثاني أكيد الثالث قدرة. إيه وش رايك يقول لك انك انت بعد لا برونزية؟ لا 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 ما لا لا اصبر 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 يا ابو احمد اصبر. ما في برونزية ذهبية فضية برونزية معروف. انا غيرت التشكيلة هالمرة على كيف. وانا بغيرها على كيف. انزل يا الغديد وخل اخوياك يباركون. بس عطني يا فضية يا ذهبية. برونزية ما في غيرها. ما في ذهبية. ترى تروح عليك بعد. خلاص برونزي الف مبروك. انا وش وضعي؟ متعب ثايب. خليك استريح. خليك في مكان. يعني هم اثنينهم برونزيه، تتوقع انت ايش؟ فضيه. والله يعني عندك شوي ثقه. ذهبيه. متعب ثايب. برونزيه. تستاهل الطيب. انت متحمس من اليوم. تستاهل الطيب. سعد هابية طلعت برونزية. اي والله. احسب هذا هابية بس هيك خلاص. ترك الشمري فؤاد عبد الله راكان مدري ريكو مطير. ركو اوه هذا ريكو. ركو بسكوت قديم اذكر اسمه ريكو. معليش يا ريكو. لا لا راكان وبس. وين تركي الشمري؟ تعال يا تركي تعال تعال يا السلام عليكم. والله ضحايا صريحه. والله ما احتاج. انا ابدا بالفضي ايش رايكم؟ يلا على بركه الله. ايش فيكم خايفين ترى؟ خايف خايف والله. الحمد لله على كل شيء. بروح اسلم نفسي اسلم. اي والله ايش فيه؟ وذلك معرقة أنت يا تركي. شفيك حلو الذبة. أيوة والله. ها؟ إيه حلو الذبة. لا لا ما راح أعاني. أوه أنا دايب دون ملابس. الفضية كانت من نصيبك يا فؤاد عبد الله. يا أكبر ما فيك إذانك ولا سمعت.
يا اخي ما عليك بس بداية بدون ملامح يعني عشان اكبر ولي ذاني ولا سمع هو بجمع خلاص امشي امشي انا اسف يا شباب نسلم ليش؟ ليش السلام انتم عندكم؟ بطلع ضد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صب قهوه اعطيته قهوه ليه؟ طيب في واحد خذ ذهبيه واحد خذ برونزيه اللي بالنص صح الله يستر عليه متى تتوقعون منكم خذ الذهبيه؟ والله شوف الله كريم والله كلنا نستاهل والله تركي يستاهل صراحه يستاهل الطيب ما شريتوا ثقه مع الشباب؟ أنا واثق بنفسي اللهم لك شباب الله يهديكم عطوهم موقع المحل اللي شريته منه الثقة ها؟ هنا قريب 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 يستاهلك الخير والله أبو طيب مبروك عليك الذهبية يا أخي والله شعور زياد حلو بالبرايمات طلع والله مرة حلو إنك تلعب على يعني توترون وكذا يحسسوني إني يعني عارفة قد انكم كف بدي اعطيكم الذهبيه بس خلاص الذهبيه من نصيبك ترك الشمري هاي جو السلام عليكم سلام طيب سلام طيب سلام طيب سلام طيب تسلسل والتوتر سلام طيب عبد الله يا تمشي بس عليك وبدأ ما نشارنا الروح فيها إلا نجلب شهديها نجلب استريح يا شباب أنا تعبت أنا يا ربي تعبت استريح الله يوفقك لا هلا مرحبا ولا يا حليلة اللي يضحك أنا بقريني اللي بجنب أحمد الأكلبي يا حليلة واقف بس يضحك كل ما شفت بس يضحك طيب على المسرح يا دحام ضحك سلطان الصباح وفواز مقاطي استاهل استاهل والله استاهل الطيب على ما قدمه يستاهل هو العمار يا سلطان عيون سلطان شو اسم اللي معك هذا؟ زعتر تبي تبثرنا فيه دايم كذا؟ والله ينقلها ربي ان شاء الله ما عندك محتوى انت؟ طيب لا تخليني استلمس خلص محتواي نصيحه روق روق ها؟ روق تبين ثقه من وين اشتريها طيب؟ لا لا شكرا ابى اجيبها لسه من صيانه الكاميرات دحام ضحك ايش فيك متوتر؟ لا الله لا يقوله لا لا متوتر واضح لا والله ما دريت انا ايش رايك بالعلل الفضيه توتر بديره وانا بديره لا انا اللي تبي لا اشوفك من مسكتك للسبعه انك متوتر لا والله ماني متوتر الف خطوه ما توتر سان تؤمن بالله ليه توتر ما جبتها اليوم جبتها بكره وبعده ماني برشام فيها كفو يا اخي فواز عاجبني طول عمرك يضحك من كثر ما هو مبسوط حتى عقله يضحك ما شاء الله شايفك شايفك مناظرك نعلن الفضية أعلن مبروك عليك الفضية يا فواز مقاطي ناموس ناموس جتني وين جتني جت ما راح تدير 750 نقطة خطوة طيب نعلن الآن عن الفضية برضه معنا اثنين هنا ماخذين فضية واحد بس ذهب والله ان كان تاخذ الفضيتين وتخليها ذهبيه له والله يستاهل طول عمرك والله اني اقول صدق لا الله يعني طول عمرك اعطوا كل ذي حق حقه بس وان راحت له في ما راح تديره عندي انا وان جتني في الليله
فاللي خذ الميدالية الذهبية هو والله ما ردك دحام. يعطيكم العافية يا شباب. باقي معنا اثنين صح؟ حاتم وياسر. ذكروني اخاف انسى احد ولا شيء. ناصر القماش معلش. يتفضلون على المسرح. والله مصعب عليك انت. يلا حي. يا مرحبا. يلا حي المبركة. الله يحييك ويسلمك. ياسر ايش قلت لحاتم؟ ها؟ ايش قلت لحاتم؟ يلا حي مبرجة للطيبين. الله يطول عمرك. خفيف تقول على طول. ما شو اسوي؟ جالس بجنبك قبل شوي. اي لا بعيدين عن بعض يعني الحين اذا احد فاز منكم تقعدون تنزلون تحت تسلمون بعد ايش فيه؟ لا يعني هو جنبي يسلم عليه يا رجال بس اوكي عاد الله يضيق خاطري عيد ناصر ايش فيه؟ انت متضايقني يا ولد من ذا اليوم اسمي كمورة انا لو سمحت اسمي كمورة على لين كمورة عليك شرفنا من تتوقع خذ الذهبية؟ حاتم قال عندي حاتم لا والله كلهم والله يستاهلونها يستاهل الطيب وما خذينا هذه المره ناخذ المره اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها والله ممكن نطلع كلنا برونزيه برونزيه وش برونزيه اما برونزيه اوكي برونزيه ليه 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 ياسر برونزيه كيف حالك كلنا واحد انا اقول كلنا واحد ان شاء الله طيب خليني اقول لكم ولا لا ماني خلاص ها ماني خلاص هون حاتم تتوقع الشيء اللي قدمته يعطيك الذهبيه؟ والله زي ما قلت لك انا قدمت ارتجالي انا محضر امس موضوع لكن اليوم صدمتوني موضوع دخلت موضوع ثاني وان شاء الله نقول الذهبيه ما حد صدمك انت صدمت نفسك انا اخطيت من نفسي بس انا عدلت أيوة. ان شاء الله اني عدلت ايوه خليك كذا ان شاء الله ياسر سامي يقول وش تبغى ذهبي فضي برونزي انا قدمت شيء لي انا وللمشاهدين وإن جاء ذهبية خير بركة وما جاء أنا أشوف إني أخذ ذهبية نفسي كويس ما شاء الله خلاص إذا طلعت تشوف لك ميدالية من أقرب بقالة بسيطة وانبسط فيها كوميدي خلوني أعلن عن الفضية إيش رأيكم؟ يلا الفضية كانت من نصيبك حاتم الفريدي سلام استريحوا ايش اللي باقي دحين اسمع بارنا بار كله ترى نسمعكم معاكم مايكات نسمعكم ياسر وحاتم مو حاتم شو اسمه نسيت ناصر